عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الآلاف يخرجون في مسيرة بالعاصمة نواكشوط دعت لها الحكومة الموريتانية ضد خطاب الكراهية والتحريض على التفرقة. الرئيس الموريتاني يقول إن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لمحو الفوارق الاجتماعية ويتوعد من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار. إصابة الوزير المكلف بالميزانية لدى سقوط المنصة المخصصة للمهرجان الخطابي الختامي للمسيرة التي خرجت ضد الكراهية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. خرج الآلاف في مسيرة بالعاصمة نواكشوط شارك فيها الرئيس محمد العبد العزيز، انطلقت من شارع جمال عبد الناصر وانتهت بمهرجان خطابي بساحة المطار القديم. وقال الرئيس محمد العبد العزيز إن المسيرة وجهت رسالة واضحة إلى من وصفها بالأقلية التي تسعى إلى تدمير البلد وتعمل طبقا لأجندة خارجية. كنت قاعد ما نتكلم لأن هذا كافي تواجدكم هنا تجاه من الكلام، كافي تواجدكم هنا من الكلام لأنكم مشيتوا رسالة واضحة لأقلية، لأشخاص معكمها أشخاص ينحسبوا على أصبع عليك الواقيش، ينحسبوا الأصباع ليد، عندهم أفكار خارجية، أفكار سيئة، أفكار مدمرة. اليوم انعدتوا، ولاي نشكركم كاملين، لاي نشكر جميع الجمعيات الوطنية الاجتماعية الرياضية السياسية والأحزاب السياسية، جميع المواطنين اللي متواجدين هون اليوم لأنهم شعروا بمسؤولية اتجاه ماضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وأكد الرئيس أن الوسيلة الوحيدة للوصول للرخاء ومحو الفوارق الاجتماعية هي التعليم، مضيفا أن السلاح لا يسوي المشاكل وإنما بالتعليم تسوى المشاكل ويتحقق النهوض. لاهي ركز عليها هنا تياها عن في فوارق اجتماعية، وهذا معروف في العالم كامل، في الناس الغنية وفي الناس الفقراء وفي الناس المتوسطة. يقير الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الرخاء هي التعليم، ما في أي وسيلة ثانية موجودة ولا في أي شيء قد يعدل باش يوصل لرقاش الرخاء ما هو بالتعليم. التعليم 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 ها هو المهم، شو ثاني ما هو خارج الأسلحة، وجربوهم الأوروبيين تعرفوا عنهم وفرقت منهم عشرات الملايين، وجربوهم الدول الآسيوية وجربوهم الدول العربية وجربوا في أي دولة، الأسلحة ما يسووا أي مشكلة ولا يسواوا شيء أيضا، وبالتالي التعليم. وقال العبد العزيز إن الحريات مصانة لكنها ينبغي أن توجه إلى ما يخدم المصلحة العامة، متوعدا من وصفهم بالمجرمين، مضيفا أنه سيتم تطبيق القانون على أي شخص مهما كان خولت له نفسه محاولة زعزعة أمن واستقرار البلاد، وسيحاكمه الشعب الموريتاني وجيشه. جميع الوسائل وجميع الحريات وجميع المؤسسات الإعلامية عندها الحرية تماما، يا قير الشعب الموريتاني واعي، يا تتوظف في شيء يخدم المصلحة العامة، شيء يخدم التنمية، شيء يخدم الصحة، شيء يخدم التعليم، شيء يخدم البنية التحتية لدى البلد، ذيك المجرمين، نسميهم المجرمين، لأنهم إجرامهم معروف، والقانون في قانون
2018-023 ينص عليه وراح يطبق إن شاء الله لأي شخص، أي شخص يسوى من هو، يسوى السواشر هو، يسوى مكانته الشهرية، يسوى اللي عنده من اتصالات ولا المادة ولا شيء، يتخول لنفسه عنه، يحاول كأنه يزعزع على البلد بصيغة ما تخدم الشعب الموريتاني. هذا أي شخص إن شاء الله ولا يتابع الدولة ولا يحاكم الشعب الموريتاني ولا يتصدى له، لا يتصدى له جيشكم، جيش الشعب الموريتاني، ما هو جيش رئيس ولا هو جيش الوزير ولا هو جيش الوزير الأول، جيش المكون من الشعب الموريتاني وقوات الأمن الموريتانية وقواتنا المسلحة إن شاء الله. من جانب آخر، أصيب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد الكمبو إثر سقوط جزء من المنصة الرسمية المخصصة للمهرجان الخطابي الختامي للمسيرة، ولم يتبين مستوى إصابة الوزير الذي نقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى. أتمنى له الشفاء العاجل. إلى شأن مفصل، حيث نظم المركز الموريتاني للحوار والثقافة ندوة في نواكشوط تحت عنوان من أجل خطاب وطني جامع. وقال الأستاذ الجامعي الدكتور النانو للمامي إن لدى الدولة الموريتانية إرادة سياسية لخلق اندماج مجتمعي، لكن الأدوات غير موجودة بفعل غياب ثقافة سياسية جامعة يتربى عليها الجميع من أجل تقاسم نفس التصورات بشأن الوطن المشترك بين هذه المكونات، لأنها هي تريد التلاقي التلقائي، لكن هناك اندماج بفعل الإرادة السياسية للدولة، وهذه الحقيقة ما وجدت أدواتها لحد الآن. لا توجد عندنا ثقافة سياسية جامعة نتربى عليها كلنا من أجل أن يكون عندنا نفس التصور لهذا الوطن المشترك بيننا. لا توجد سياسات حتى على المستوى الاجتماعي، يعني نحن اليوم في حاجة إلى أن نوائم أو ما بين القيم الاجتماعية الدينية الثقافية وبين الواقع. من جانب آخر، قال الأستاذ الجامعي الدكتور ديدي والسالك إن النخبة السياسية والثقافية الموريتانية لا تمتلك خطابا جامعا مشتركا بينها. وانتقد والسالك خلال الندوة المنظمة من طرف المركز الموريتاني للحوار والثقافة غياب وجود خطوط حمراء وعدم إنتاج خطاب موحد في مختلف المجالات.
إذن لا النخبة السياسية والنخبة الثقافية لا تمتلك خطاب لغة واحدة تشتركه، كل كما يقال يقني على ليلة، وكل يستخدم المصطلحات التي آخر إبداعات فيها ما لاحظناه في الأيام الأخيرة في المصطلح الوطني مصطلح فضمة. إذن كل يستخدم اللغة التي يراها مناسبة، وليست هناك خطوط حمراء وليست هناك لغة مشتركة نتحدث حولها لكي ننتج خطابا موحدا حول إشكاليات التنمية، لكي ننتج خطابا موحدا حول المدرسة، لكي ننتج خطابا موحدا حول خطاب السياسي، الخطاب السياسي من خلال الأحزاب السياسية، لكي ننتج خطابا موحدا حول رؤيتنا للعالم وحول رؤيتنا لموريتانيا بعد عقد بعد عقدين من الزمن، ما هي موريتانيا التي نريد؟ إذن النقطة الخامسة لكي لا أطيل هو العجز في التنمية. تماما هو هي النقطة الأخيرة، العجز في التنمية هو أنه الدولة خلال قرابة 60 سنة الماضية لم تحقق من متطلبات التنمية اللي بتعريف الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة توسيع الخيارات أي مجال. أعلن البنك المركزي الموريتاني في بيان صادر عنه أن الأوراق النقدية الممزقة صالحة للتداول والدفع لدى المؤسسات المالية، وذلك بعد أشهر على عدم تداولها. وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي أنه بمجرد إلصاق الأوراق النقدية بشريط لاصق على غرار ما كان يحصل مع الأوراق النقدية القديمة فإنها تصبح صالحة للتداول. البنك المركزي الموريتاني يعلن في بيان أن الأوراق النقدية الممزقة صالحة للتداول في عمليات البيع والشراء والدفع لدى المؤسسات المالية بمجرد إلصاقها بشريط لاصق كما هو معهود، خطوة كانت محل ترحيب من عدد من المواطنين الموريتانيين، حيث شاع بعيد بدء التعامل بالعملة ذات القاعدة منزوعة الصفر أن الأوراق الممزقة غير صالحة. هذه الرواية بالنسبة لي أنا وبالنسبة لجميع المواطنين الموريتانيين، زينا عندهم اللي كانت واحد تغسله 2005 و1000 ما يقدر يسرق منها سوق مبرايه يقولوا له هاي ما تعمل، هذا الركاتية مقومين وزين عندنا، زين عندنا حتى زين على عدلة البنك المركزي الموريتاني بهذا التفعيل. أما العاملون بتبديل العملات لدى البنك المركزي وإن أعربوا عن ترحيبهم بالإجراءات الجديدة للبنك المركزي، إلا أنهم اعتبروا أن المشكلة المطروحة لديهم هو تبديل مخزونهم من العملة القديمة. يا غرم اللي الفضة الأولى سابقتها راي عندنا هون من الناس تجيب منها 200,000 500,000 مليون ولا وبدلت وموقفت، نبقى الدولة تفتح لها مجال عند المواطن منها يبدل. وكانت فترة تبديل العملة القديمة لدى البنك المركزي قد انتهت مع نهاية العام المنصرم، وجاء بيان البنك الأخير في هذا الإطار حيث شكر مستخدمي العملة الوطنية على روح المسؤولية التي تحلوا بها في فترة الاستبدال، محذرا من أن الأوراق النقدية المشوهة رسما وكتابة غير قابلة للاستبدال، وأن مشوهيها معرضون للمتابعة القضائية. رياضيا، اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف المنتخب الوطني المرابطون كأحسن منتخب في القارة الإفريقية خلال العام 2018، وقد تم الإعلان عن ذلك خلال حفل رسمي أقيم بالعاصمة السنغالية داكار، وذلك بعد أسابيع على تأهل المنتخب الوطني للمرة الأولى إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، وهنيئا للمنتخب الوطني بهذا الاختيار. ذلكم مشاهدينا الكرام، نصل نهاية هذه النشرة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. الآلاف يخرجون في مسيرة بالعاصمة نواكشوط دعت لها الحكومة الموريتانية ضد خطاب الكراهية والتحريض على التفرقة. الرئيس الموريتاني يقول إن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لمحو الفوارق الاجتماعية، ويتوعد من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.
إصابة الوزير المكلف بالميزانية لدى سقوط المنصة المخصصة للمهرجان الخطابي الختامي للمسيرة التي خرجت ضد الكراهية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة 1:30. تتابعون إعادة حلقة من برنامج المشهد تناقش موضوع المسيرة التي خرجت بنواكشوط رفضا لخطاب الكراهية والتحريض على التفرقة. دمتم في أمان الله.